الرياضيه في البطوله ديال فريق الشباب الرياضي سواء المشؤول الذي داخل عليه شكون مثلا اللي يديروا وجديه يعني اللي يديروا وجديه بيت نبداو يلعبوا الماتش في الدقيقه 80 باش تكون النتيجه شكون مثلا اللي يديروا وجديه على فريق الشباب الرياضي سواء من هذه الفرق اللي كناش نلعب بها يعني صعيب 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 من الفرق اللي ماشي من الفرق اللي الدقيقة 80 في مالكا هشام مرتين وفي الدقيقة 90 مجهود فردي بين لاعب كور فريق كور فريق مالكا بسهولة الخطوة بين المجموعة يعني تمر جوج فرق لوبينوسيا على فريق شباب ريال السؤال Thank you.